كتب عليا الله المكتوب، عندي ما ندير. هاني انتوما لاباس عليكم، انا وعدتكم البارح باش نطلع عندكم، حيت عيطوا عليا الامهات بزاف، قالوا لك عبد الاحد ما تخلاش على القناه ديالك وبقى تطلع فيها، وانا طلعت لكم حيت كاينين الناس اللي تيبغيوني، كاين الناس اللي تيحبوني، كاين الناس اللي تنبقى فيهم، كاين الناس اللي تيساندوني من هادوك الناس اللي تيضروني، خصي يحسبهم ما كاينينش، من الاحسن اللي فيهم يكفيهم. ايوا ما هذا المنبر، يلا فقط هادي الزوج خد ودار مرونة وما عارفش بغيت ندير. ايوا الحمد لله دار مرونة مرونة مرونة، ما عارفش باش نقطع حنا السرج بعد والو نفس الدنيا. جرحت ما عادش باش نبدا بالشرق ولا بالغرب، يا عوذ بالله واش صايش. اللوز سيو انا در ندير اللوز باش يتسلق. زيت سلق انا فردته شنقولكم شي زنجلان انا عاد نديرو حقا نطلع معاكم لايف ضروري باش هذا خصني ندير الطحين و هاد الشي دابا هاد العين وش نقول لكم، شفت حليت الباب الأسامة
ندير اللوز تسلق، ابخي اللوز ندير هنوض. هذا راه ندير لكم مباشره بلا تشويو، ندير لكم مباشره. اما اليوم خصي باش نكمل، باش نكمل مقادير كاملين، عاد نحط، عاد نطلع معاكم لايف باش ندير التخليطه ديال الصفوف ديال السلو. انا خديت هذا، خديت خنشر الفورس، هي كاينه الزبده، مسكه الحره، هذه اللي تهيا فينا مسكة الحرة، هاي دي خديتها، الجوزة خديتها، صافي. هنوض باش بدا باش كمبروكا، والله يدخلوا عليكم باش ما تنسيو. يلا وجدوا راسكم مفاجأة ديال الصفوف، وجدوا راسكم مفاجأة ديال الصفوف ضروري. وبغيتكم كلشي تابع معي، يمكن الرجال القليل اللي تيدير الصفوف، مي ان شاء الله ندير الصفوف ويكون هاد الصفوف غزال ويعجبكم كاملين معجبين ديالي. الله يدوز صباحكم بخير، ويدوز نهاركم بخير، وراكم عزازي وغاليين. وهاد العشية دابا مبقى صباح، درجة جوج نبقى صباح. إيوا نخليكم على خير، والله يدوز معاكم بخير، ونتشافوا فيديو إن شاء الله في لايف مباشرة تنديرو سليلو. حيت دابا بحرا نسلق اللوز، اللوز غنسلقو، الجوج لان غنحمرو باش نحيدو البيا. شتي جوج لان عوادة النافع عندي غير شوية ماشي بزاف، تنطلع تنطلع في اللايف باش ندير لكم هداك الشي، حق ماشي اليوم، حاولو ماشي اليوم. حيت دابا بحرا نسلق اللوز، بحرا نقليه، بحرا ندير الطحين. انا عارف فين نديرو، نديرو في الكوكوط، طحين نديرو في الكوكوط، نديرو في الكوكوط باش يطيب، باش يتحمر مزيان في الكوكوط. حاولوا تجربوه في الكوكوط، حيت فين درت هذاك العام جربته انا في الكوكوط، جا صدق زوين الطحين في الكوكوط. يلا خليتكم الاخر، نهاركم مبروك، الله يحفظكم ليا، و انا تنبغيكم. دابا نطلع لكم دار اللايف، وتنحتارمكم، تنقدركم، عارفكم واقفين معايا ومساندين، الله يساندكم في الدنيا واخراكم، تنتوما عزازين وغاليين وراكم حبابي واحتراماتي ليكم. شكرا لكم، نهار نهاركم مبروك، الله يشافي كل هو مريض، والله يتسلكم امور، الله يدوز طريقكم بخير وعلى خير، ويحن عليكم ويفتح عليكم ان شاء الله بالقدره سيدي ربي وهاد العواشر، ويشافي كل هو مريض، ويرحم كل هو ميت، ويرحم ميمته، ويرحم امه محمد، ودوز نهاركم بخير. وانا غنطلع عندكم دار ان شاء الله لايف باش نقول لكم ما قادرش ندير وهداك الشيء، ضروري غنطلع عندكم سوا اليوم حتى انا ما قادرش، ولا سوا غدا. هذا خليكم مع اسامه تدشوا معاه، حتى دابا انا طلعت شويه شويه واخا عيان، طلعت عاوتاني دابا نهبط نتلاقى بكم ان شاء الله ضروري. خصني نشرب الدواء، خصني نتمد، خصني نرتاح. يلا خليتكم على خير قناه الامهات، شكرا.